مقتل ناشط في حزب الله بقصف إسرائيلي قرب الحدود السورية الإسرائيلية. وزارة الدفاع الروسية تتهم أنقرة بانتهاك اتفاق سوتشي حول إدلب مع احتدام القتال. البرهان يطلب مساعدة ألمانيا في رفع السودان من قائمة الإرهاب. قالت وكالة أنباء سورية إن مدنيا قتل باستهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب بلدة حضر المجاورة للقنيطرة والقريبة من الحدود السورية. وأفادت مصادر سورية أيضا أن القتيل هو عماد الطويل الذي كان يعمل مع حزب الله والأمن الجنائي، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الطويل هو مسؤول البنية التحتية لحزب الله في سوريا. أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاطه لطائرة بدون طيار أقلعت من غزة تجاه البحر الأبيض المتوسط، ولم تعلق الفصائل الفلسطينية على ما جاء في بيان الجيش الذي نشره الناطق على تويتر. وعلى فترات متباعدة يعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاطه طائرات بدون طيار يتم إطلاقها من غزة تابعة لفصائل فلسطينية على رأسها حركة حماس. وقع وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنت على أمر بمصادرة 4 ملايين دولار حولت من إيران إلى حركة حماس في غزة. وذكر البيان الصادر عن وزارة الأمن أن هذا المبلغ تم تحويله إلى شركة المتحدون للصرافة في غزة التي يملكها رجل أعمال عذرا. وقال البيان أن هذه الأموال كانت تهدف إلى تطوير البنية التحتية لحركة حماس وإنتاج أسلحة ووسائل قتالية ودفع معاشات لنشطاء المنظمة قامت بإرسالها إيران إلى حماس. الأمر الصادر عن الوزير نفتالي بنت يتيح ملاحقة رجل الأعمال زهير شملخ وعائلته في أنحاء العالم عن طريق تقييد تحركاتهم. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي قبل 4 أيام من الانتخابات العامة الموافقة على بناء نحو 1800 منزل جديد في مستوطنات بالضفة الغربية. قالت الوزارة إن لجنة التخطيط وافقت على بناء الوحدات السكنية بناء على اقتراح الوزير نفتالي بنت. رحب وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بقرار البرلمان النمساوي الذي وافق بالإجماع على قرار مكافحة حركة المقاطعة BDS وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المناهضة لإسرائيل على الحركة المناهضة لإسرائيل. وينص القرار على أن البرلمان النمساوي يدين بشدة جميع أشكال اللاسمية بما في ذلك اللاسمية المتعلقة بإسرائيل. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بيرني ساندرز مخطئ بعد أن وصفه السيناتور الأمريكي بأنه عنصري. ويعتبر ساندرز المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بعد التصويت في 3 ولايات. جاءت تصريحات ساندرز على خلفية ما قاله سابقا أثناء مؤتمر جي ستريت في تشرين الأول أكتوبر المنصرم، عندما قال إنه سيفكر في الاستفادة من المساعدات العسكرية الأمريكية المقدرة بقرابة 4 مليار دولار سنويا ضد إسرائيل من أجل وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. اتهمت وزارة الدفاع الروسية تركيا بانتهاك اتفاق سوتشي حول إدلب عبر تقديمها الدعم للمسلحين الذين يقاتلون النظام السوري بنيران المدفعية والطائرات المسيرة، وفق ما قالت الوزارة نقلا عن رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا. قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة شددت على ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب شمال غرب سوريا والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف إطلاق النار خلال محادثات مع وفد روسي. أضافت الوزيرة بعد اجتماع في أنقرة أن تركيا أكدت أيضا على ضرورة منع وقوع مأساة إنسانية وهجرة جماعية من إدلب. تخوض الفصائل المسلحة معارك عنيفة قرب مدينة سراقب في شمال غرب سوريا بعدما استعادتها عقب 3 أسابيع من سيطرة حكومة دمشق عليها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقتل 3 جنود أتراك في محافظة إدلب وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجل جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية. طلب عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس أو مجلس السيادة الحاكم في السودان طلب مساعدة برلين في رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب الأمريكية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الألماني عقب مباحثات في القصر الرئاسي بالخرطوم.
برأت محكمة الجزائر العاصمة نجل الرئيس عبد المجيد تبون من تهم تتعلق بالفساد في قطاع العقارات، بينما حكمت على المتهم الرئيسي بثمانية سنوات سجنا نافذا بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية. أطلقت عدة قذائف باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، وعلقت الرحلات لأربع ساعات وفق ما أعلنت هيئة مطار معيتيقة. واتهمت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، اتهمت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بالوقوف وراء القصف. صوت البرلمان التونسي بالأغلبية على منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ، وتوصلت الجلسة التي انطلقت صباح الأربعاء إلى أكثر من 14 ساعة، وصادق 129 نائب على حكومة الفخفاخ، فيما تحفظ نائب واحد بصوته واعترض 77. غادر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الدوحة بعد ظهر اليوم عقب انتهاء زيارة رسمية للبلاد استغرقت يوما واحدا. ونوه السفير الباكستاني بأن المحادثات بين البلدين تركزت على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها اتفاقية السلام الأفغانية المقرر توقيعها في الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. يقول محلل أمني مقره إسلام أباد إن اتفاق الولايات المتحدة وطالبان المزمع توقيعه سيكون مهم بالنسبة لأفاق السلام في أفغانستان، وتنص الاتفاقية على سحب الولايات المتحدة لآلاف من قواتها في أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من حركة طالبان. هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لأفغانستان التي كانت تبحث عن السلام والاستقرار منذ العقود العديدة الماضية. طالبان بطريقة أو بأخرى هي أحد العوامل التي كانت تزعزع الاستقرار في المشهد الجغرافي الاقتصادي بأكمله في المنطقة، ولكن كان لها أيضا تأثير على البيئة الداخلية بإطفاء الطابع المؤسسي على البلاد. ارتفعت حصيلة الاحتجاجات العنيفة في الهند على خلفية قانون المواطنة المثير للجدل إلى 34 قتيلا وأكثر من 200 جريح. وشهدت شوارع الهند العديد من الحرائق المتعمدة أمس في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي، ولا تزال الأوضاع متوترة في الهند منذ بداية الاحتجاجات على القانون في ديسمبر الماضي. لقد ساعدنا جيراننا الهندوس عندما نشبت أعمال الشغب، ولولا جيراني لما كنت على قيد الحياة. في حوالي الساعة الثالثة عصرا تلقيت مكالمة من شخص قال إن متجري قد نهب تماما، من بعدها رأيت أنه تم إشعال النار في متجري بالكامل. ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمجازر المرتكبة بحق المسلمين في الهند، حيث أسفرت إذان أعمال العنف عن مقتل ما يزيد عن 30 شخصا في نيودلهي في الأيام الأخيرة. أتت أقوال أردوغان خلال خطاب في أنقرة اليوم. اندلعت اشتباكات عنيفة في جزيرة ليسبوس بعد أن هاجم متظاهرون معسكرا خلال احتجاج على بناء معسكر جديد للاجئين، ونشرت قوات مكافحة الشغب في الجزيرة ردا على الاحتجاجات المستمرة منذ الأسابيع الأخيرة، وقام مئات المتظاهرين برشق رجال الشرطة بالحجارة. نطالب بعدم بناء معسكر جديد على الجزر، وإزالة الضغط الفوري عن المعسكرات الحالية، وإغلاق معسكر موريا، وحماية الحدود وتنظيم المنظمات غير الحكومية. لقد تدمرت حياتنا. لقي 5 أشخاص مصرعهم اليوم جراء حريق نشب بمبنى في مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء، وتم نقل 7 مصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، فيما نجا 23 شخصا من المبنى ولم تتضح بعد أسباب الحريق. من المستحيل أن نحدد اليوم ما هو أصل هذه الكارثة. ما يمكنني قوله هو أن الحريق انتشر بسرعة كبيرة جدا. الأشخاص الذين ماتوا كانوا يحاولون الخروج من المبنى بشكل طبيعي. في مثل هذه الحالات من الأفضل البقاء بالداخل وانتظار رجال الإطفاء. الأشخاص الذين بقوا في منازلهم والذين خرجوا عبر النوافذ أصيبوا بجروح لكنهم نجوا. إلى هنا نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة، كنا معكم من مينيا، فتصبحون على ألف خير، إلى اللقاء.